مساء الخير لكل المشاهدين ولكل المشاهدين. مساء الخير. لو الابتسامة مش كتير كبيرة على وش عواطف، ولكن السعادة اللي جوا اللي حسيتها بمصاريني بكبدي بالبنكرياس يعني بالحجاب الحاجز كتير كبيرة، لانه انا ما بحب، بتعرف طارق انه بمدرسه عواطف في الشرق الاوسط ما بنحب نخلط لغات، نحن ضليعين بكثير لغات، ولكن بنحب انه لما نكون عم نحكي عربي نحكي عربي بحت او عربي بحت. لا الابتسامه مش كتير. لانه انا كثير سعيده اليوم، لانه الابتسامه مش كثير، لانه مش بيقولوا الايد البرده قلب دافئ، انه كل شيء جوا عكس برا بكون، انا اليوم سعيده من جوا ومن برا كرمال التجاعيد، ما بحب كثير انه ابتسم من هيك. لا سعيده من جوا؟ سعيده من جوا لانه ضيفنا بطرس. انا كثير بطرش وجهي اكثر لما يكون ضيفنا شاب، مش مشان شيء، انا كثير بحب البنات وما بغار من ولا بنت بستضيفها ولا شيء، بس انه بتعرف لما يكون في دو او انه اثنان من النساء في مواجهه بعضهم البعض او بعضهن لنكون اصح واصح نكون، بيكون في ذبذبات سلبيه غيره، بحبوا يحلشوا لي شعري الاشقر الطبيعي، بحبوا انه ما بعرف انه بس بحس في غير. بس رح اعطيك شوي، رح اعطيك شوي، بس بدي اقول لك شغله، انه انا كثير بحب بك وبك بحب. ميوزك بليز. بدك ترقص سلو. كيف لقيت ما انعجقتي بالجاتو؟ كثير صراحة عاملة دايت لحتى يفوت لي فستان العرس، لأنه سمعت إشاعات إنه يعني مايك فغالي تحديداً، وتحديداً مايك فغالي توقع لي الارتباط في أوائل سنة 2011 بأوائلها، ومن هيك حضرت حالي ودايماً عم كون مهتمة بجمالي لحتى ما يبغتني شيء أو شيء ما يبغتني. عن جد ضعت، بعتقد صار لازم استعين بال بشو؟ كروتي. ما عن جد مش عم فيني بقى اتذكر شو كان بدي اقول لك. بطرس خبرني شو اخبار القلب قبل عواطف، مثل ما بيقولوا السياسيين ما قبل القرار الظني بيختلف عن ما بعد القرار الظني. هلا ما قبل عواطف، هلا ما قبل عواطف بيختلف كثير عن ما بعد عواطف. خبرني كيف كانت احوال القلب ما قبل؟ انه كان القلب خالي لحديت ما شفت عواطف. أو خلينا نقول بالعربي آهن وآهن لحتى نكون عم نفهم كل المشاهدين. بطرس خبرني. ليه بتعطي له بطرس؟ لأنه بحس أنه بدي البق له أكثر كلمة بطرس، لأنه عواطف بطبيعتها بتحب الملامح الشرقية المفقودة بضيفنا بطرس. سمعان شو عم بقول لك؟ سمعان سمعان بقول بقى لحتى لي أكسر
واحفظ شيء من. طب ما زال بتحبي الملامح الشرقيه؟ لا قبلت في ملامحه غربيه. القلب يريد ويريد القلب بطرس ثم بطرس ثم بطرس. لا عواطف بتصور دائما دائما بالدنيا بيصير في اشياء ما بتعرف ليش بتصير وكيف بتصير. صح، بقى هيدا اللي صار بيني وبين عواطف. بطرس كثير من الشائعات والشائعات كانت كثيرة يلي ربطتك بالفنانة ريتا بارسونا، وبارسونا ريتا هلا صرت تغاري منها هلا فيها. نو تجوزت خلص، صار عندها اولاد. بلا، ولكن هالشائعات لم تكن صحيحة. هل صار في اشياء وراء الكواليس عواطف كخطيبتك بتجهلها ولازم تعرفها؟ لا لا، كل شيء اللي صار وراء الكواليس هو منيح، يعني ما صار شيء برات الاصول. بس ما في دخان بلا نار، او بلا نار ما في دخان. ما بتأمن بهالمثل؟ بس حلو النار والدخان. نو طب اذا مش ريتا، مين الفنانه يلي قبل عواطف كنت تحب انه تحملها تشقلبها تبرم فيها تكبها ترجع تسنولها وتبوسها على جبينها؟ وهون خليني اقول انه بعنا بجبينا المنطقه ما بين الانف والفم، لانه دائما بدنا نشوف الكونتكست او حسب، يعني بتعرف انه في واحد يكون بيقصد شو بحاب الشاعر انه يحكوا له. لا انا ما عندي مشكله، بدي لك شغله، كل الانسات او السيدات اللي اشتغلت معهم او رح اشتغل معهم انا بتعامل معهم بنفس الطريقه اللي بتعامل فيها مع ان كان ريتا او غير ريتا، انه ما عندي مشكله مع حدا. بس بحب اقول لك شغله عواطف، انه ما بقى فيك تقارني حدا فيك، ما بقى فيك تقارني حدا فيك، لانه ذس از ما قبل القرار الزمني يختلف عن ما بعد القرار 100%. يعني هلا عم تساليني توينا صفحه اتس ان اند اوف، عم تساليني اشياء قبل، هلا ما فيني اقول لك عنا قبل لانه انا هلا عايش اللحظه. واللحظه عايشه. بدي اطرح عليك سؤال. اكيد. بمسلسل غنوجة بيا تعاملت بطريقه كثير فيها هيك رجوليه مع الفتاة الغنوجة، بغض النظر اذا انا بحب، بغض النظر اذا انا بشوف مثلا ريتا غنوجة ولا نال، لانه انا ما حدا بقرب حد بالغنج والدليل او بالدليل وبالغنج، ولكن انت بالحياه بتفضل الفتاة الغنوجة ولا النال؟ بتحب انه الفتاة اللي بتكون انه خبزة وعجنة وطاحنة لا خبزة ولا عجنة ولا ديل أشفافها ولا بتحبها هيك؟ بتحبها غنوجة طبيعية مثلي كثير كثير بطرس وعندها هيك عواطف جياشة. أنت اليوم كثير ملبك يا عواطف. طب إنه انخطبت لايف على الهواء يعني بطريقة مباشرة، يعني إنه مثل بس العالم رح يقولوا هلا عواطف كذابة، لأن عواطف بكل الحلقات قالت للمشاهدين انه انا مش ممكن اخطب. طيب بس بدي اهديك مثل، مثل ما دائما بهدي امثال، انه في دو او اثنين اشخاص ما بغيروا رايهم، هن الاهبل والميت. ما بيقدروا يغيروا رايهم، لكن انا لست ببلهاء وببلهاء لست ولست بميته، وكلني اضج بالحياه وبالحياه اضج. وبعدين يعني قدام الملايين يلي عم تابعونا، بطرس تعهد انه اذا زعجني فنه او فنه أنا زعجني بيعتزل، بس على شرط انه لازم تتركي شغل الليل كمان. نحن دائما التصوير، نعم دائما التصوير بيكون بخلال فترات النهار، وانا يعني غير انه نمره اجري مثل ساندريون، انا رجل شرقي يعني، غير انه نمره اجري مثل سندريلا انه صغيره 35، كمان انا بس ادق يعني الساعه منتصف الليل بكون نمت، بكون بالبيت. نمي بين احضاني بين احضاني. ليش لهلا بطرس بعده تحت نصيبه؟ مصاري فيه، شهرة فيه، عز فيه، ابن عيلة، سمعان شو عم بقول لك وشو عم بقول لك سمعان، ليش بعدك تحت نصيبك؟ كنت عم تشتش عن عواطف؟ حكينا شوي انا وطارق بهذا الموضوع، انه بحب الحرية، ام فريدم فريك،
بحب انه ارتبط بس بنفس الوقت بحب انه بس هيدي قبلك انتبهي قبل هيدي قبل عواطف هيدي قبل عواطف ما قلنا ما بعدك عم بتقولي قبل القرار الظني مرحله جديده يدخل فيها لبنان والعالم العربي لازم ما قبل عواطف ما بعد عواطف ما بعد عواطف ام اول يورز كان بدي اسالك سؤال بطرحه دائما على ضيوفي هل انت بتسخى بهديك هلا صار بدك تساله اكثر ولكن لاحظنا انه عيار 21 اكيد اول شيء يعني انه مش انه يعني ما منك ستيل انه بتعمل جاست نو نو انه بتحب تسخى يس خاصه حسب الشخص يس طيب تعرضت للخيانه قبل بدي منك تعطيني اسمها وعنوانها ورقم سجلها لروح ابعث لها كادا لانه تركت ليك وياك تركت لي ايه تعرضت لخيانتين بحياتي ويمكن هالخيانتين بخلوني اوقات انا خون بس هو مش لازم يكون في هذا هو الهدف مش لازم انه الواحد بسبب اللي صار معه يعمل هيك مع غيره بس انه شو بدنا نعمل هيدا بس هيك عن جد بتعمل صرت تخون لانك انخنت اوقات ما بقول لك اوقات قبل عواطف وكلهم اوقات بس شو خص هاي بهيدا بعرف مزبوط كانت من العلاقات الطويلة المدى او هاي اللي عملت له مشكلة نفسية ايه كانت 3 سنين و2.5 سنين واو 3 سنين واو وسنتين. بتنقل بالعربي وبالاجنبي شو بتصير بالعربي؟ حرف الواو واو يعني ما ضروري نترجمها لان هي كلمة معربة نعم دخلت بالقاموس يعني فيك تفتح بتشوف واو ويا وهون بطرس خبرني عن أحلى قعدة رومانسية بتتخيلها بتحاب إنه تقوم فيها للحبيبة إنه صارت أو ما صارت هيك وصف لنا هالليلة الرومانسية عم بيرجف قلبي يا أمي وماني برداني إذا بدك شوي عواطف أنا من الأشخاص اللي شوي بيهربوا من العجقات الناس يعني بفضل إذا أنا كنت in love وعندي عواطف جياشة أكيد للشخص أنا بحب ركب إشي على ذوقي يعني يعني ليلة تشيز أند واين على ضوء الشموع بحب المانتيجو هادية أو شي ويك أند بأوتيل بجبل الدنيا عم بتشتي في سقعة في شمينة هديك أغنية أو تيكت طيارة نقدر نسافر ويك أند شي محل من دون ما يكون حدا محضر حاله هيك فجأة بيطلع المشروع مش لأنك عم بيحكي هو شو بحب يعمل بس انه مع الحبيب وهو انا هو الحبيب اكيد كثير حلو شو بدك تهدي لبنية باسبوري مجدد مجدد باسبوري فيك ساعة اللي بدك تفاجئني بس احكي طارق لما يكون في تصوير اوكي شو كان بدك تغني له بدي اهديك اغنية ليل ورعد وبرد وريح الدنيا برا مجنونة تلجم لا بفضل غير ستيل اذا بدك بفضل غير ستيل انه شيء بيناسب الجو اكثر انه انا بفضل ميوزك اكثر من 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 غنانه مع حكي شو مثل ما بتحبي انا كمان واصلا كل المشاهدين وكل الفانز بيعرفوا انه انا ما كثير بحب الحكي بتحب انا كتومه بحط كثير بقلبي انا كثير بحط بقلبي انت ما بحب الحكي بحب كثير الموسيقى والاماكن الحالمه طب ليه عم نحكي عنك مش عن الضيف شو انا وشو هو وشو هو او شو انا جسدين بروح نعم مبارك المحبس باركته طبعا شوي كبير انا ايدي واجري صغار هلا فينا نظبطه يس سانكونت من ضيقه بتحب تعمل مفاجآت حسيت هيدا الشيء كثير يعني انت بتعرف بالحركات اللي عملتها ببدايه الحلقه جاوبت على كافه اسئلتي ما بقى عندي شيء اساله غير بس يعني بجير لك السؤال من الماما والبابا او من امي وابي لانه بتعرف الاهل بحبوا يطمنوا انه بنتهم انه وين رايحه نعم نعم الحساب بالبنك قديش بس هيك انه انا بس كرمال انه بس كرمال مامي وبابي احسن ما يحرجوك هن بالسؤال انه افضل تحكي لحبيبتك الحمد لله الحمد لله ماشي الحال ماشي الحال كم سفر بيشتغل شيء ثاني بعرف بصمم تيب ما انا اجتمعت مع مدير اعمالك وقت كرمال الكوستيوم بس عمل لي شيء مع فكرني طباخه ايه عمل لي شيء هيك مع زنار ودانتيل انا بحب الدانتيل ليه ما بتقعدنا على الهواء انه تعمل شيء لعواطف
بس كوستيم شو عواطف يعني كوستيم بيشبه عواطف ما بتقدر تحطها بكوستيم عواطف اهم بتصور عواطف رح تطلب زوده اليوم بطرس انا كان بدي اقول لك كمان انه اذا بتحب تتبرع ب $200,000 لمدرسه عواطف للشرق الاوسط ولكن هالسؤال كمان صار بحكم المجاوبه عليه لانه مصرياتي مصرياتك وصفورتي هي صفورتي حجنا حكي فرجيني فعل بدي اتعلق على الارض شكرا كثير عن جد على الوقت يلي اعطيتني له رح ضل لا طبعا ما في انا ما بترك خطيبي لحاله يلا نعمل لا لا اكيد نعم انا ما بتركه اجري على اجره اجري على اجره اجري على اجره مثل ام 44 بدك تقعدي حده ولا لا؟ شو حاسه؟ ما بعرف انا بخاف من العلاقات الجسديه ما في شيء جسدي انا تلميذه رهبات ما بحب خاف يتحرك بس فسر لي قبل ما تبلش ايه؟ شو هالفقرة؟ بدك لا لقيت عداد بسمي لك شخصية قدي عندي وقت؟ بدنا نشوف نحن مين أسرع حدا لحد هلا أسرع حدا روايدة عطية 37 ثانية أوكي بدك تجاوب بكلمة فيك تستعمل باس مرة بس واحدة. هو شو صفة ولا شو؟ مثل ما بدك أوكي مثل ما بدك 3 2 1 بدك تقريهم معي أنت بلشي أوكي طب باسم مغنية لازم يشتغل أكثر ريتا بارسونا حبيبة قلبي يورغو الشلهوب وينة رولا حمادي ست بدع أبو الشقرة جنتلمان النادين نجام قوية فادي إبراهيم أستاذ عمار الشلق كمان أستاذ ورد الخال مجنونة بيتر سمعان حبيب قلبي حبيبة لعواطف فيفيان أنطونيوس قبل ما مروان نجار شي وهلأ شي طلال الجردي فترة كمان مروان نجار شي وهلأ شي سيرين عبد النور بتقولب الأدوار على قياسها مازن معدم ما بعرفه منى طايع بتجنن يوسف حداد طيبة الضيعة 45 ثانية بس كتير منيح إجمالا كلهم واضحين وبتحكي بطريقة إيجابية عن الكل بس المغنية بتقول لازم يشتغل أكتر بس بدي أفسر كم واحدة من أي ناحية لازم يشتغل أكتر انه يرجع يقدر يكون صوره عن حالته كممثل اهم من الاشياء اللي صارت ما حبيت اخر اشياء شفته فيه. باخر عمل شفته فيه اذا بدك صوره باسم مغنية بينت ضعيفه كان لازم يكون اقوى حتى ما يبين هون عملية شوي بتصور لها علاقه بتركيبه المسلسلات بالكاستنج عم تحكي 100% ريتا بارسونا يورغو واينور الأحمد ست بديع أبو شقرة نادين نجام بتحب شغلها فادي إبراهيم أستاذ عمار شلق وارد الخال مجنونة شو قصدك لما تقول عن وارد مجنونة إنه بطريقة إيجابية إكزاكتلي إنه أنا بعرف بطرس على فكرة من هو وصغير ما بجرح بحدا لأنه من طيبة قلبه مش لأنه دبلوماسي أنت بتعرفيه من هو صغير ما أنت مفروض أصغر منه نحن بس إنه لا خليني أقول إنه نحن يعني انه التقينا بحياه سابقه لانه هيدي الكيماويه اللي خلقت بيناتنا الكيمستري انه مش مسموح تكون انه هيك من العدم ومن العدم تكون نعم بس عن ورد انه مجنونه لانه مجنونه يعني برافو عليها بتعمل ادوار بتنوع بتشتغل which is very nice مزبوط فيفيان أنطونيوس بتقول قبل مروان نجار شيء وبعد مروان نجار شيء كيف يعني وطلال الجردي ايه يعني بفترة مروان نجار اذا بدك نجموا الشباب ايه؟ هلا عم حسهم وينني يعني في مرحلة مروان كان عنده النجومية بعد مروان حسيتهم اختفوا يعني بتحسهم مع مروان نجار كانوا افضل من نص مروان نجار بتصور ناسبهم كثير منيح بيتر سمعان لا ما في تعامل مع مروان نجار يعني صار في فترة قبل يمكن بتطبيق القرب ما بعرف يمكن ما في كيمستري كتير مع مروان ما صار في هالكيمستري ما بعرف انه انا بالنسبة لي ما عندي مشاكل مع مروان يعني as a person او شيء بس ما صار في تعاطي ما صار في نص يمكن يناسبني سنين عبد النور بتقولب بالادوار على قياسها which is nice معدم ما بتعرفه بس لنفسر قصدك ما بتعرفه كشخص. as a person تقدر احكم عليه اعطي صفه
ما بعرف. منى طايع. منى يعني عيب انه انا اقول شهادتي فيها، منى تعرفت عليها من خلال نصوصها وهلا هي صديقه عزيزه على قلبي. بس ما بعرف ليه بحس انه بالنسبه لك اكثر نصوص بتحبهم هن نصوص منى طايع ولا لا؟ مش بالضروره. مش ضروره، يمكن تقدم لي منى طايع بكره نص وما احبه، ما لها علاقه، بس من خلال النصوص اللي انا اخذتها من منى طايع كانوا نصوص هن اللي حطوني بالنجوميه، يعني ما بقدر انكر هيدا الشيء. يوسف حداد، شو قال عن يوسف؟ طيبة الضيعة. طيبة الضيعة. أنا بس بالإذن بدي أتمرن على على المشي وقت العرس. مارش مكسيال. سوري باي، برجع بشوفكم. رح تفلي؟ بس أعطوني الدقة، أعطوني الريتم، يمكن لازم نجمع الإجرتين. إيه؟ نعم. بيتر بتحب شانغلاك؟ لا 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 جلسة كتافي. لا 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 انا بفضل امشي من غير محل. بيتر بدي اقول لك ميرسي، حلقه بقول على صوت عالي من احلى الحلقات، والسبب اذا بدك نجاح الحلقه رح يكون هو صراحتك وعفويتك الحلوه كثير. ميرسي لانك كنت ضيفنا، انا شخصيا كانسان مبسوط اني تعرفت عليك اكثر، بنعتز انه بعد في ناس طيبه وقلبهم حلو مثل قلب بيتر. حبيبي طارق، وانا كمان انبسطت كثير انه تعرفت عليك، نحن بفتره كثير قصيره حوالي جمعتين، صح، وحسيت انه صرنا كثير قراب واصحاب. مزبوط.